بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في حصة جديدة من منهج الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض أول دروس الوحدة الثانية وبعنوان جمهورية الهند. في نهاية هذا الدرس يستطيع الطالب تحديد الموقع الفلكي والجغرافي للهند، أيضا يستطيع الطالب توزيع التضاريس على خريطة الهند، يوقع مناطق النبات الطبيعي على الخريطة، يقدر جهود الشعب الهندي في تنمية بلاده والنهوض بها. طبعا جمهورية الهند هي أحد الدول النامية، هنتعرف فيها على الموقع الفلكي والجغرافي، هنتعرف على المساحة والتضاريس. تاني حاجة هنتعرف عليها هي المناخ والسكان وأهم الموارد والأنشطة الاقتصادية، وأخيرا هنتعرف على أهم المدن والعلاقات المصرية الهندية. نبدأ مع بعض أول حاجة وهي الموقع الفلكي لجمهورية الهند. طبعا من خلال الخريطة التي أمامك يتضح أن الهند هي أحد دول قارة آسيا، ونجد أن الهند شهدت تطور هائل في المجالات الاقتصادية والسياسة. لما نتفرج أو نبص على الموقع الفلكي لجمهورية الهند هنلاقيها بتمتد ما بين دائرة عرض 8 شمالا إلى 35 شمالا. يعني لو بصينا على الخريطة هنلاقي آدي دائرة عرض 8 وآدي دائرة عرض الأخرى 35. إذن الهند بتمتد بين حوالي 27 دائرة عرض، تمتد بين خطي طول 68 إلى 97 شرق. آدي خط 68 وآدي على خريطة خط 97، أي حوالي 29 خط طول. طبعا الناس هتسأل كالعادة، هي خطوط الطول ودوائر العرض تحفز؟ قلنا هي للاستدلال، وبالتالي نستنتج منها ما يفيدنا داخل القارة من خلال المناخ أو النبات بعد ذلك. طيب لو بصينا على الموقع الفلكي الجغرافي للهند هنلاقي إن جمهورية الهند يحدها من الشمال ثلاث دول، وهي الصين ونيبال وبوتان. طب هما فين موقعهم على الخريطة؟ ونركز ديت علشان هنلاقي ان الصين زي ما انتم شايفين على الخريطة واضحة، وادي دولة بوتان وادي نيبال، لان كده من الشمال عندي ثلاث دول. من الشمال الشرقي اللي هو الجزء ده يبقى هنلاقي عندي دولة ميانمار، اما من الشمال الغربي الناحية التانية فلنجد دولة باكستان، ومن الشرق والجنوب الشرقي الجزء ده بالكامل هنلاقي بيحده خليج البنغال، وهنلاقي من الغرب والجنوب الغربي البحر العربي. إذن دولة الهند أو جمهورية الهند بيحدها عدد كبير من الدول، سواء من الشمال أو الشمال الشرقي والغربي، ومن الشرق والغرب بحدها مسطحات مائية زي خليجي أو مثل خليجي خليج البنغال والبحر العربي. أيضا نلاحظ داخل الهند خلال الخريطة إن هي عبارة عن شبه جزيرة حيث تحيط بها الماء من جميع الجهات ما عدا الجهات الشمالية، وهي على شكل مثلث رأسه في الجنوب، وتقع بداخل الهند بالكامل أو داخل حدود الهند بالكامل دولة بنجلاديش. وذلك أيضا يعرفنا أن هناك دول متداخلة، ولما إن شاء الله طلع الثانوي هنعرف أسماء الدول دي أو ندرسها بقى بالتفصيل للناس اللي هتكمل أدبي. تبلغ مساحة الهند من خلال امتدادها ما بين دائرة عرض 8 إلى 35 شمالا وبين خطي طول 68 و97 تبلغ حوالي 3 مليون و2 من 10 مليون كيلو متر مربع.
يعني بتشغل مساحة كبيرة من قارة آسيا. تستنتج من خلال الموقع الفلكي والجغرافي أن دولة الهند بيمر فيها دائرة عرض رئيسية وهي دائرة مدار السرطان، وأيضا بالتالي يترتب على ذلك لما نيجي نتكلم عن التضاريس هنلاقي أن تضاريس الهند تنوعة وتشمل أكثر من شكل من أشكال التضاريس سواء جبال أو هضاب أو سهول. بالتالي لما نيجي نبص على أهم تضاريس الهند هنلاقي أن تضاريس الهند متنوعة. أولا الجبال، هنجد طبعا أشهر جبال في قارة آسيا واللي كانت بتشغل المساحة العظمى في وسط القارة وهي جبال الهيمالايا تحد الهند من الشمال، وعندنا إلى الشرق منها جبال تسمى جبال الغات الشرقية، وإلى الغرب جبال تسمى جبال الغات، وهذه الجبال أيضا تشغل مساحات على أطراف الشرقية والغربية لدولة الهند. الهضاب، نجد عندنا هضبة تغطي مساحة كبيرة من الهند وهي هضبة الدكن، ودي احنا كنا اتكلمنا عنها مع بعض الترم الأول، قلنا إن هي بتوجد وسط الهند وبتمتد في شكل مثلث متقطع بالأنهار. ذلك قلنا على السهول الفيضية في الهند، هنلاقي أول سهول فيضية هي سهول نهر الجنج في شمال الشرق، وده طبعا أحد الأنهار اللي بتقطع هضبة الدكن. تجانب ذلك مجموعة من السهول وأنهار صغيرة في الجنوب أهمها نهر كوفيري، وأيضا هنا بعض الأنهار الأخرى. أما السهول الساحلية لو استنتجنا من الموقع الجغرافي هنجد أن عندنا سهول ساحلية على خليج البنغال أهمها كورومندال تمتد في الشرق، وعندنا على الجانب الآخر سهول ملبار على البحر العربي غرب. عند خليج البنغال في الشرق عليه سهول تسمى كورومندال، وعندنا في الغرب البحر العربي عليه سهول تسمى ملبار، ودي أهم سهول الساحلية. لما نيجي نبص قلنا إن السهول الفيضية أو السهول الساحلية بتمثل دائما أهمية اقتصادية كبرى، خاصة السهول الفيضية. وقلنا ليه السهول الفيضية بتمثل أهمية اقتصادية، حيث أنها تصلح للزراعة واستقرار الإنسان، وبالتالي من هنا تكتسب السهول الفيضية أهمية كبيرة. أيضا تجد أن السهول الساحلية بتكتسب أهمية، وذلك لتوفر حرفة الصيد وصناعة السفن وغيرها من الحرف التي يمثلها سكان الساحل. أيضا لو انتقلنا لجزء آخر من الدرس وهو نتكلم فيه عن المناخ، هنلاقي من خلال الموقع الفلكي والجغرافي للهند بيزيد معدل أو متوسط الحرارة السنوي عن 30 درجة مئوية. طبعا هذا المقدار من درجات الحرارة بيقل كلما اتجهنا شمالا. طب ليه بيقل كلما اتجهنا شمالا؟ بيقل كلما اتجهنا شمالا طبعا علشان في الشمال في جبال الهيمالايا، تمام، وبالتالي احنا عندنا قاعده بتقول كلما ارتفعنا 150 متر تقل الحراره بمعدل درجه واحد. عشان كده كلما نتجه للشمال، طبعا كمان شمال القاره فوق منطقه بارده وبالتالي بتنخفض درجات الحراره. اما عن الامطار فهي امطار موسميه صيفيه غزيره في الجنوب من القارة، وتقل كلما برضو اتجهنا الى الشمال، تمام. طب ليه الامطار موسمية؟ علشان طبعا خدنا مع بعض في دولة الهند او في الاقاليم المناخية ان الهند بتنتمي الى الاقليم الموسمي وبيمتد في الهند وشبه جزيرة الهند الصينية، فعلشان كده طبعا الامطار موسمية. وبتنمو نباتات في الهند عبارة عن غابات موسمية على السواحل الغربية والشرقية، تمام، وده أيضا مجموعة من الحشائش، تمام،
علشان حشائش قصيرة في هضبة الدكن، لأن طبعا بيتنمو فيها حشائش عبارة عن حشائش السافانا، وبالتالي بتستخدم كمراعي طبيعي. عشان كده بتتنوع النباتات ما بين غابات موسمية على السهول الغربية والشرقية، وأيضا حشائش على هضبة الدكن. أما لو اتكلمنا عن السكان، هنجد إن الهند طبعا زي ما خدنا مع بعض في الترم الأول هي ثاني دول العالم بعد الصين، وبالتالي هنجد إن السكان في الهند بيبلغ عددهم نسبة كبيرة من سكان القارة. قلنا كانت الصين والهند مع بعض بيمثلوا حوالي 40% من سكان قارة آسيا أو أزيد، بالتالي من هنا نلاقي إن الصين بتحتل مرتبة كبيرة أو بتحتل المركز الثاني في عدد السكان، وفيها أكثر من 1 مليار نسمة، وبالتالي يتركز السكان في السهول الساحلية والفيضية حيث المدن الرئيسية المكتظة بالسكان، مثل مدينة نيودلهي وهي العاصمة، وبومباي وهي المدينة الأخرى. بالتالي من هنا نجد ان ازدحام الهند بالسكان ادى الى وجود مشكله سكانيه، وواجهت الهند المشكله السكانيه في زياده عدد السكان بسياسات تنمويه مختلفه اهمها الاهتمام بالتعليم وتطويره البحث العلمي، مما ادى الى تطوير الزراعه والصناعه. يعني ايه الكلام دوت؟ هنلاقي ان طبعا اخذنا مع بعض في الترم الأول السكان لما بيزيد عددهم بيؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات زي نقص الغذاء، زي قلة فرص العمل، زي قلة نصيب الفرد من الدخل القومي، وجود هجرات غير شرعية. فعشان كده بنلاقي إن بدأت الهند تتبع سياسات مختلفة، منها الاهتمام بالتعليم وتطوير البحث العلمي. ايه علاقة التعليم يا مستر بزيادة عدد السكان؟ قلنا الاهتمام بالتعليم، علشان كلما تم الاهتمام بالتعليم يؤدي ذلك الى زيادة نشر الوعي بين السكان. او انتوا فاكرين ما كنا بنتكلم ان الدول المتقدمة زي دول اوروبا الزيادة او معدل الزيادة السكانية فيها بيساوي صفر، ده بسبب ايه؟ بسبب الاهتمام بالتعليم ونشر الوعي بين السكان بخطورة زيادة عدد السكان. وده طبعا بحث العلمي علشان يتم تطوير عمليات الزراعة لسد العجز من الغذاء، وتطوير الصناعة، لان احنا اتكلمنا لما كنا بنتكلم عن النشاط الصناعي في الدرس اللي فات، قلنا ان الصناعة هي مقياس لتطور الشعوب. ومن هنا بدأت الهند تحاول التغلب على هذه المشكلة بسياسات معينة، منها التعليم وتطوير البحث العلمي. كنا بنتكلم عن نمو الغابات في الهند، وقلنا بتنمو فيها الغابات الموسمية، قلنا أيضا هذه الغابات والأشجار مهددة بالانقراض نتيجة عمليات قطع الأشجار، وده طبعا بيتسبب في بعض المشاكل وانقراض أنواع معينة من الأشجار وغيرها. لو انتقلنا إلى أهم الموارد والأنشطة الاقتصادية في الهند، هنلاقي إن أول نشاط هو النشاط الزراعي. طبعاً بتتوفر في الهند الموارد الاقتصادية، سواء كانت موارد زراعية أو معدنية، أو أيضاً وفرة المساحات الواسعة من الأراضي، وبتعتمد على مياه الأمطار والأنهار. اتكلمنا مع بعض في الوحدة الأولى، شفنا إن الهند بتنتج كثير من المحاصيل الزراعية، خاصة محاصيل الحبوب الغذائية ومحاصيل سكرية وأخرى نسيجية وزيتية، شفناها تحتل مرتبة رقم 2 في إنتاج القمح مثلا، أيضا قصب السكر أهم الدول المنتجة للقطن والحبوب الزيتية في العالم، وبالتالي هنلاقي انها بتنتج كميات كبيره خلال السنوات الاخيره، وبالتالي نجد ان ده ليه بتساعد ده في حل مشكله السكان،
وقلنا بدأت طبعا شوية، قلنا الاهتمام لتعليم وتطوير البحث العلمي علشان تطور الزراعة بداية لمواجهة المشكلة السكانية، علشان خاطر العجز أو النقص في الغذاء. أيضا إلى جانب الزراعة توجد الثروة الحيوانية، الثروة الحيوانية والسمكية في الهند ضخمة بسبب كثرة المراعي، وقلنا ليه المراعي؟ عشان نمو الحشائش القصيرة في هضبة الدك. طبعا اتكلمنا مع بعض في الوحدة الأولى، ما كنا بنتكلم عن الثروة الحيوانية في العالم، قلنا الهند من أكبر الدول في العالم تربية للأبقار، بها حوالي 220 مليون رأس من الأبقار في العالم. طبعا رغم امتلاكها لهذه الثروة الحيوانية من الأبقار، لكن قيمتها الاقتصادية محدودة، وده خدناه مع بعض ووضحناه وقلنا يرجع سبب محدودية أو الحدود الاقتصادية للثروة الحيوانية وتحديدا الأبقار إلى وجود ديانة هندوسية تحرم أكل لحوم الأبقار، كما يوجد بها أعداد كبيرة من الجاموس والأغنام. طيب هي ما بتستفادش من لحوم الأبقار، ولكن قلنا بتحتل من خلال تربيتها للأبقار المركز الأول في إنتاج الألبان في العالم، وده طبعا خدناه مع بعض في الوحدة الأولى. أيضا الهند تمتلك ثروة سمكية من الدول الرئيسية المنتجة للأسماك، قلنا لما نيجي نتكلم حطينا قواعد ثابتة، وقلنا لما نقول دولة ليه بتمتلك أو قصرية الإنتاج السمكي على طول لأنها تمتلك سواحل طويلة ومسطحات مائية تطل على مسطحات مائية بجهات ساحلية طويلة مثل خليج البنغال والبحر العربي، يبقى لطول السواحل، وأكيد طبعا مع تقدم وسائل الصيد والتكنولوجيا الحديثة. لما ننتقل إلى الثروة المعدنية نجد إن إحنا طبعا لما اتكلمنا في الوحدة الأولى برضو عن الثروة المعدنية والمعادن ومصادر الطاقة في العالم، وجد إن الهند تمتلك ثروة معدنية مصادر طاقة كبيرة من أهمها الفحم والحديد أيضا، وكانت الهند تحتل المرتبة الثالثة بين دول العالم إنتاجا للفحم، وتوجد مناجمه في هضبة الدكن، ويعد طبعا الفحم أساس الصناعة الحديد والصلب، ورغم امتلاكها المعادن لكنها تفتقر واحد من أهم مصادر الطاقة وهو البترول، فلذلك لجأت الهند لاستعمال مصادر طاقة أخرى مثل الطاقة النووية والطاقة الكهربائية. فإذن الهند تمتلك معادن لكن تفتقر إلى البترول. طيب فين دور الصناعة بقى في الهند؟ نجد احنا من شوية لما كنا بنتكلم عن السكان قلنا إن السكان واجهتهم الهند أو واجهت المشكلة السكانية بالاهتمام بالتعليم وتطور البحث العلمي لتطوير الصناعة، فنجد إن الصناعة في الهند شهدت قفزات سريعة تطور الصناعة بسبب إيه؟ بسبب توفر مقومات الصناعة، وأيضا الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي. يبقى لما أجي أسألك وأقول لك ما مقترحاتك علشان دولة من الدول تكون متقدمة صناعيا، هتلاقي على طول حط اقتراح هو الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي وخاصة التعليم الفن. بالتالي من هنا الهند بدأت عندها صناعات عديدة خاصة الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد صلب، صناعة السيارات، الإلكترونيات، الآلات، المنسوجات، الصناعات الغذائية، صناعات الكيميائية والكيماوية وغيرها من الصناعات. طيب احنا كده تعرفنا مع بعض على أهم الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم في الهند. ننتقل إلى أهم مدن الهند، ومن خلال الخريطة نجد أهم دول الهند. واحد دولة نيو دلهي، دي بتمثل العاصمة السياسية للهند،
الهند زي ما انتم شايفين الخريطه بتقع في الشمال، تتميز بوجود الجامعات والمراكز الصناعيه والمعالم التاريخيه المهمه. الدوله الثانيه وهي بومباي او بومباي، تمام، دي العاصمه التجاريه واهم مدن الساحل الغربي، وتعد ايضا اكبر المواني في الهند من اكبر المدن الصناعيه. ثالث دوله او ثالث مدينه هي حيدر اباد، ودي توجد بهضبه الدكن، تعد مركز مهم للصناعات اليدويه، بل اكبر من اكبر مراكز الصناعات اليدويه في الهند، وتضم العديد من المعالم والمراكز الإسلامية. بعد ما تعرفنا على الموقع الفلكي والجغرافي وتضاريس ومناخ ونبات الهند، تعرفنا على أهم الدول. هل يوجد علاقة بين مصر والهند؟ طبعا تمتلك مصر علاقات مع الهند، وتطورت العلاقات المصرية لتشمل جوانب عدة مثل الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي. بدأت مصر تصدر إلى الهند بعض المنتجات وتستورد منها منتجات أخرى. تصدر مصر القطن، الفوسفات تحديدا صنع، عندنا الجلود، الأسمدة، الخام. طب بنستورد إيه من هناك؟ ما بنصدر القطن، بنستورده غزل القطن، تمام؟ بنستورد الحبوب الزيتية زي السمسم، نستورد الشاي، التوابل، قطع غيار، وسائل النقل أو السيارات يعني وغيرها. بالتالي ارتبطت مصر بالهند ارتباط كبير من خلال التبادل في المنتجات. بعد ما تعرفنا على دولة الهند وهي أحد الدول النامية في العالم، تعالوا بينا نبص على تدريبات، نشوف أهم الأسئلة معانا على درس النهاردة. نلاقي السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. تقع دولة ميانمار إلى نقط من الهند، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي، الشمال الشرقي، الشمال الغربي. اثنين، الدولة التي تقع داخل حدود دولة الهند، نيبال، بوتان، باكستان، بنجلاديش. ثلاثة، تمتد جبال نقط شمال دولة الهند الهيمالايا، جنج، الغات، ملبار. أربعة، هل الهند المركز الثالث في الإنتاج العالمي من البترول، الفحم، الطاقة النووية، الفوسفات. خمسة، العاصمة التجارية للهند ومن كبرى المدن الصناعية مدينة حيدر أباد، نيودلهي، بومباي، بنغال. يلا يا شباب برضو ننوه، برافو يا جنى، كريلس إجابة صحيحة، حسين ركز يا حسين. بنقول دولة ميانمار تقع نقط الهند مش الشمال الغربي، قلنا ميانمار تقع إلى شمال الشرق يا حسين. طبعا محمد إجابة صحيحة، الدولة التي تقع بالكامل داخل الهند بنجلاديش، وحسين إجابة صحيحة. ثلاثة، رجمانة إجابة صحيحة، طبعا شباب أيوة كده، أنس إجابة صحيحة. يبقى السؤال الأول، تقع دولة ميانمار إلى نقط من الهند، قلنا إلى الجنوب الشرقي، إلى الشمال الشرقي من الهند، وقلنا هي إلى الشمال الشرقي. أما بداخل الهند أو تقع بكامل حدودها داخل الهند هي دولة بنجلاديش. أما الجبال التي تمتد الشمال الهند فهي جبال الهيمالايا. تل الهند المركز الثالث عالميا في انتاج الفحم. اما عن العاصمه التجاريه ومن كبرى المدن الصناعيه فهي مدينه بومباي. ننتقل الى سؤال اخر وجزئيه اخرى، بما تفسر تعتبر الهند شبه جزيره؟ اثنين، توجد بالهند ثروه حيوانيه ضخمه. ثلاثه، بما تفسر الاهميه الاقتصاديه محدوده لثروه الهند من الأفكار. أربعة، شهدت الهند قفزات سريعة في تطور صناعة. خمسة، أهمية معدن
النحاس. يلا يا شباب، طبعا الشباب اللي حاضر معانا عشان بس برضو نبقى نوهنا، هندرس الوحدة الثانية كل محافظة بتدرس 3 دول، برضو كل واحد يتأكد من مدرسته داخل محافظته ايه هما ال3 دول المقررين عليه. احنا هنشرح ال5 دول وهنمشي بترتيب الكتاب، بالتالي ممكن تحصة تلاقي ان انت مش عندك الدولة ديت، او تبقى عارف ان الدولة دي مقررة عليك او لا، علشان خاطر الدول المقررة عليك بس هي اللي هتيجي لك اسئلة منها في الامتحان. ادي جانا جاوبت لنا اول سؤال، بتقول تعتبر الهند شبه جزيرة لان المياه تحيط بها من 3 جهات ما عدا الشمال، وكريليس اجابة صحيحة. ايوه كده يا شباب، حاول سيب لكم الوقت. فيا حسين ياسر، المجهول اللي كل مرة بيكتب لنا المجهول، يا ريت تقول لنا اسمك علشان برضو تقوله، برضو اجابتك صحيحة. يبقى اول سؤال، تعتبر الهند شبه جزيرة لان الماء يحيط بها من 3 جهات. ماشي يا مصطفى، اجابة صحيحة. رقم 2، توجد بالهند ثروة حيوانية ضخمة. لا يا مصطفى، بيقول لك كده جاوبت على رقم 3 يا مصطفى مش 2. ليه بتمتلك الهند ثروة حيوانية ضخمة؟ قلنا لوجود الحشائش او المراعي في الهند وكثرة المراعي وامتلاكها لأكثر من 220 مليون رأس من الأفكار. شباب نركز، بيقول لك ليه هي بتمتلك ثروة حيوانية؟ يبقى دايما لما يسألك عن ليه دولة بتمتلك الثروة الحيوانية يبقى الإيه؟ لوجود المراعي، سواء بقى كانت المراعي ديت بيتم من خلالها اللي هي المراعي الطبيعية زي الحشائش، أو اللي هو الراعي التجاري اللي بيستخدم فيه الأساليب العلمية. رقم 3، الأهمية الاقتصادية ثروة الهند محدودة بسبب انتشار العبادة الهندوسية. برافو يا شباب. 4، شهدت الهند انخفاضات سريعة في الاقتصاد أو في تطور الصناعة، يرجع إلى قلنا إلى الاهتمام بالتعليم ووفرة مقومات الصناعة من أيدي عاملة وخبرات فنية. أما أهمية معدن النحاس، قلنا بيدخل في العديد من الصناعات وذلك مثل صناعة الأسلاك والأدوات الكهربية. من حسين، إجابة صحيحة للاهتمام. نذكر يا مصطفى ايه اهم انواع الصناعات اللي موجوده في التي يستخدم فيها معدن النحاس. السؤال التالي، ما نتيجه وجود الفحم بكميات كبيره في الهند؟ 2، افتقاد الهند للبترول. السؤال التالي، ماذا يحدث اذا قلت الامطار على الساحل الغربي للهند؟ يلا شباب اسرع، جانا لسه بتجاوب على اسئله بما تفسر. ها، ما النتائج المترتبة على وجود الفحم بكميات كبيرة في دولة الهند؟ قلنا وجود الفحم بكميات كبيرة في الهند ساعد على قيام صناعة الحديد والصلب. لا يا مصطفى، قلنا امتلاك الهند للمعادن او للفحم، قلنا ده ساعد على قيام صناعة الحديد والايه والصلب، قيام صناعة الحديد والإيه والصلب. 2، افتقاد الهند للبترول، قلنا أدى ذلك إلى لجوء الهند إلى استخدام مصادر طاقة أخرى مثل الطاقة النووية أو حتى الطاقة الكهربائية. شباب طبعا الفحم بيستخدم في استخراج مصادر طاقة مختلفة أو بيدينا طاقة حرارية يعني تحديدا، ولكن زي ما انس كده كتب لنا يساعد على صناعه الحديد والصلب، لكن هي استخدمت وجود الفحم في صناعه الحديد والايه والصلب. مش احنا عارفين انها بتحتل مرتبه جيده في انتاج الفحم، هي وخاصه انها من اكبر الدول المنتجه للفحم في العالم. طيب ماذا يحدث اذا قلت الامطار على الساحل الغربي للهند؟ قلنا الساحل الغربي او الساحل الشرقي بيساعد ده على نمو الغابات، يبقى لو ما فيش أمطار يبقى لم تنمو الغابات الموسمية، وبالتالي هتفتكر الهند لوجود غابات. نهاية الدرس، أتمنى طبعا يكون دا
قدرنا نوصل لأهم النقاط الموجودة في الدرس. ركز الوحدة ديت من أسهل دروس اللي أنت في المنهج، تمام؟ ونركز على بعض النقاط الرئيسية اللي فيها، بعض الحاجات زي الموارد الاقتصادية، زي أهم المدن، العلاقات بين مصر والدولة اللي احنا بناخدها، ركز على المناخ وأسباب تنوعه، أسباب برضو مفيدته أو أهميته الاقتصادية. بالتالي برضو بنوه مرة تانية لأبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي إن كل واحد يعرف 3 دول مقررين عليه، تمام؟ أو ممكن أنا هقول لكم برضو لو كل واحد كتب محافظته هحاول أقول لكم أهم الدول، بس برضو تتأكد منها من خلال مدرستك أو مدرسك في مدرسة علشان خاطر تبقى أنت عايز. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق وبشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.